السلام عليكم أصدقائي. اليوم سنتعرف على حرف جديد من حروف اللغة العربية. اليوم سنتعرف على حرف الغين. هيا بنا نقرأ القصة سويا لنكتشف أشكال وأصوات حرف الغين. غسلت غادة الثياب. وضع غسان الثياب على حبل الغسيل. وقف غراب على الحبل. صاح غسان ابتعد فالغسيل نظيف. من خلال هذه القصة نتناول سويا أشكال حرف الغين. فحرف الغين تكرر لدينا كثيرا في العديد من الكلمات. في البداية سنتعرف على حرف الغين في أول الكلمة. فحرف الغين في أول الكلمة يأتي فاتح يدا واحدة للحرف الذي يليه، مثل كلمة غزال، فهنا حرف الغين يمسك يد حرف الزاي. وأيضا في كلمة غوريلا، فحرف الغين أيضا يمسك في يد حرف الواو. انتهينا من شكل حرف الغين في بداية الكلمة. الآن سوف نتعرف على حرف الغين في وسط الكلمة. فحرف الغين في وسط الكلمة يفتح ذراعيه الاثنان ليمسك في الحرف الذي يسبقه، وأيضا يمسك في الحرف الذي يليه، مثل كلمة صغير، هنا يمسك حرف الغين في حرف الصاد الذي يسبقه، وأيضا يمسك يده في يد حرف الياء الذي يليه. ننتقل الآن إلى كلمة يغوص، فحرف الغين يمسك في يد حرف الياء، وأيضا يمسك في يد حرف الواو. ويأتي هنا حرف الغين حرف من حروف الممدودة، لأنه يأتي بعد حرف الواو وهو حرف من حروف المد. نبدأ الآن سويا في شكل حرف الغين في نهاية الكلمة. فحرف الغين في نهاية الكلمة إما أن يأتي متصلا أو منفصلا على حسب الحرف الذي يسبقه. هيا نقرأ الكلمة الأولى، كلمة صمغ. فكلمة صمغ يأتي حرف الغين في نهاية الكلمة ويمسك في يد حرف الميم، لأنه من الحروف السلسة البسيطة التي تحب أن تمسك في يد أصدقائها. الآن سنرى شكل حرف الغين في كلمة دماغ عندما يأتي منفصلا، لأن الحرف الذي يسبقه من الحروف الشقية التي ترفض أن تمسك في يد أصدقائها التي يأتي بعدها. انتهينا من أشكال حرف الغين في بداية الكلمة، وسط الكلمة، ونهاية الكلمة. الآن سنتعرف على أصوات حرف الغين. فحرف الغين يأتي مفتوحا في كلمة غزال لأن عليه فتحة، وكلمة أيضا غسالة غا غا، فحرف الغين مفتوح. الآن سنتعرف على شكل حرف الغين وهو مكسور، أي يأتي تحته كسرة، مثل كلمة غربان غي غي غربان، فحرف الغين مكسور لأن تحته كسرة. وأيضا كلمة غداء غراء عفوا، وأيضا كلمة غراء، فحرف الغين أيضا يأتي مكسور. الآن سنتعرف على صوت حرف الغين وهو مضموم، أي عليه ضمة، مثل كلمة غيوم غيوم غو غو، حرف الغين مضموم. وكلمة غوريلا غوريلا، حرف الغين مضموم لأن بعده حرف من حروف المد وهو حرف الواو. في النهاية سنتعرف على حرف الغين وهو ساكن، مثل كلمة يغسل يغسل، وأيضا كلمة أغنام أغنام. شكرا أصدقائي، إلى اللقاء، على أمل أن ألقاكم في فيديو جديد من فيديو اللغة العربية.